السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير متابعي الكرام. موسم الفول، راح نشوف أفضل طريقة لحفظ الفول بالفريزر من السنة للسنة ويحتفظ بلونه الأخضر. نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي تقريبا كيلوين من الفول الحر، بعد ما نزعناه من القشر نغسله بالمي البارد ونحطه بمصفى. راح أرفع الطنجرة على النار وأحط فيها كمية من المي، يعني تغطي حبات الفول. نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الملح الصخري الخالي من اليود، ملح المونة، وملعقة كبيرة من السكر. من يغلي المي ننزل السكر والملح. الكل كيلو فول نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من السكر، لأنه يعتبر من المواد الحافظة. وهي بلش يغلي عندي المي، راح أنزل حبات الفول. ما بدنا الفول يستوي، بدنا إياه يغلي 5 دقائق، يعني يستوي نصف استواء حتى يبقى لونه أخضر، وحتى ما يتغير لونه ويصير لونه يميل للصفار أو السواد. هاي عندي الفول جاهز، راح أزيل هاي الرغوة وآخذ الفول وأحطه بالمي البارد حتى يبرد بسرعة، وحتى نحافظ على لونه الأخضر. بعد ما نحطه بالمي البارد أحطه بمصفاة وأتركه إلا يبرد تماما. في ملاحظة مهمة أعزائي، لما نيجي نشتري الفول حاولوا أنه تاخذوا نوع الفول الجيد ليكون غلط ما يكون عاسي، حتى ما يغلبكم أثناء الطبخ. مثل ما تلاحظون ما شاء الله استوى بسرعة ولونه لسه أخضر. راح أحطه بأكياس الفريزر، كل طبخة بطبخة حسب الكمية اللي تناسب أفراد أسرتكم. نغلق الأكياس بشكل جيد ونفرغها من الهواء، نثقبها بدبوس أو إبرة ونحطها بالفريزر. طريقة مضمونة ومجربة وأعتمدها من سنين، أتمنى تجربوها وتستفيدوا من هذا الفيديو. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.